في البداية دكتور ديمتري، يرى المحللون والمراقبون أن فوز ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي ربما يمثل فرصة محتملة لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية، ما رؤيتك حول هذا الأمر وما قراءتك أيضا لمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهنئة الرئيس ترامب عقب فوزه في الانتخابات؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين ولضيوفكم. أعتقد أن يعني الآن بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الانتخابات فتحت صفحة جديدة في يعني السياسة الدولية، من ناحية أن نعرف دونالد ترامب يتحدث أنه يريد حل الأزمة الأوكرانية، يريد حل الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، الصراع الحاصل في منطقة الشرق الأوسط. طبعا مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 طبعا هناك كثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولكن في الأساس العلاقات هي متوترة في الوقت الحالي، لا سيما في عهد إدارة جو بايدن التي كانت في هناك كان تصعيد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن مع مجيء دونالد ترامب وحديثه بأنه يريد أن ينهي الأزمة الأوكرانية بدأت هناك تغيير في الرؤية تجاه مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية. طبعا على مدار العقود الماضية طبعا مرت العلاقات الروسية الأمريكية بتقلبات حادة، التعاون إلى التوتر ثم المواجهة. الآن نرى هناك مواجهة، هناك يمكن القول في عهد جو بايدن كان هناك عودة نوعا ما إلى الحرب الباردة، ملف العقوبات على الاقتصاد الروسي وغيره. أعتقد إدارة دونالد ترامب سوف تعمل على ثلاث نقاط أساسية. أولا قد تذهب إلى تخفيف الدعم عن أوكرانيا، وهي استراتيجية لإجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تخلي موضوع يعني استمرار قتال ضد القوات الروسية. ثانيا أن تكون هناك منطقة آمنة ما يقارب 1300 كيلومتر بين روسيا وأوكرانيا، هنا نتحدث عن منطقة زاباروجيا، خيرسون، دونيتسك ولوغانسك، وتأمينها من أي اصطدام مباشر بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. هذه استراتيجية أيضا قد تكون من ضمن السيناريوهات. والسيناريو الثالث هو يعني أن يكون هناك محاولة ل يعني أن يكون هناك مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أيضا بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا اللاعب الأساس لحل الأزمة الأوكرانية.